متابعينا في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يكون الطقس صافي، درجة الحرارة 13، الرطوبة 41، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. ننتقل إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد الأحد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، إربد غائم جزئي 24 إلى 12، المفرق 26 إلى 13، جرش 24 إلى 12، عجلون 22 إلى 11. أما المنطقة الوسطى، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة يوم السبت، البلقاء 25 إلى 14، عمان 23 إلى 13، الزرقاء 26 إلى 14، مأدبة 26 إلى 13، البحر الميت 32 إلى 18. المنطقة الجنوبية، الكرك 23 إلى 13، طفيلة 25 إلى 14، الشوبك 24 إلى 14، معان رياح نشطة وأتربة مثارة 28 إلى 16، أما العقبة 34 إلى 23. المنطقة الشرقية، أرويشت 29 إلى 16، الصفاوي 29 إلى 15، الأزرق 31 إلى 16، مع رياح نشطة وأتربة مثارة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.